تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام، وضمن مبادرة ابتسامة طفل، التقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عددا من أبطال مرضى السرطان، وحقق أمنياتهم بدعم من مجموعة جي اف اتش المالية وخليجي بنك بالتعاون مع جمعية المستقبل الشبابية. جاء ذلك لدى استقبال سموه عدد من أبطال مرضى السرطان بحضور السيد إصطام القصيبي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، والسيد صلاح شريف الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة جي اف اتش المالية. والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأبطال المرضى وقدم لهم الهدايا، وهو ما أدخل الفرح والسرور بقلوبهم، كما تبادل معهم الأحاديث الحنونة والأبوية الودية، وأشاد بصبرهم وعزيمتهم ومقارعتهم للمرض، مؤكدا سموه وقوف جميع مؤسسات المجتمع معهم. كما أشاد سموه بالدور البارز الذي تقوم به شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية ومساندة الجهود الحكومية في تقديم الدعم والرعاية للمرضى، مثمنا دعم مجموعة جي اف اتش المالية وخليجي بنك. وأكد سموه على أهمية التعاون الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الإنساني من خلال برامجها المتعددة لرعاية المرضى بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص. هذا الدعم الذي يهدف إلى تعزيز صحة الأطفال. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إحياء اليوم العالمي لسرطان الأطفال يجب أن يشكل دافعا لتقديم المزيد من الدعم للأطفال المصابين وعائلاتهم ورفع مستوى الوعي بمكافحة المرض، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظهم من كل داء وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل والصحة والعافية. هذا وقد أعرب أبطال مرضى السرطان وأولياء أمورهم عن بالغ شكرهم واعتزازهم بتلك اللفتة الكريمة والمبادرة الرائدة من سموه، والتي كان لها الأثر الإيجابي في نفوسهم.